لو وقفت أمامكم الساعات الطويلة، لن أستطيع أن أفرغ أو أن أصور لكم كل الجوانب اللي لمستها بنفسي في عبد الناصر، ولكن للإنصاف وللتاريخ يجب أن أسجل أمامكم أن شعبنا، شعب مصر الصامد الأصيل، هو اللي صنع عبد الناصر، وهو اللي صنع كل هذا. عبد الناصر رمز للشعب، عشان كده لما مات عبد الناصر ما حصلش الفراغ اللي كانوا بيقولوا عليه، وما انهدتش الدنيا زي ما كانوا قاعدين منتظرين، لا، طلع 35 مليون. عبد الناصر رجل وامرأة، دي روعة عبد الناصر وروعة شعبنا. ما اعرفش حاجة تحير، هي روعة عبد الناصر ولا روعة شعبنا؟ حاجة تحير. شعب هو الاصل، شعب 9 و10، واحنا مجردين من كل شيء، ويقف ويقول ابدا لن تقهر ارادتي، ويصمت وهو أعزل من كل شيء إلا من إيمانه بالله وبنفسه وبأرضه. شعب 9 و10 اللي قال لعبد الناصر اقعد مكانك وكمل المعركة، وصمد عبد الناصر 3 سنوات ونص ألم ومرارة ومرض، ولكن بكل ذرة في ذاته بيشتغل ليل ونهار لبناء القوات المسلحة، لبناء القوة الاقتصادية، للعمل السياسي في كل اتجاه. عبد الناصر 3 سنين ونص والمرض يدهمه في كل لحظة، وما بطلش العمل لحظة واحدة عشان يعيد البناء تاني، وعلشان يحقق للشعب ثقته بتاعة 9 و10 يونيو. برجع اقول شعب، شعبنا الاصيل بفلاحينه وعماله ومثقفيه وجنوده والرأسمالية الوطنية، بكل من يعيش على هذه الارض، شعب اصيل صامد رائع. هو اللي انبت عبد الناصر، هو اللي انبت كل هذه الجوانب والخوارق، وهو اللي كفيل انه يستمر ويصحح كل شيء كما صحح فعلا في 15 مايو الماضي. عبد الناصر احب الشعب، والشعب احب عبد الناصر كما لم يحب زعيم من قبل. 5 مليون خرجوا يوم جنازته عشان يودعوه لمقره الأخير، ويقولوا له هنكمل المشوار يا جمال، وفاء وفى لشعب، فوفى الشعب له، آمن بشعبه فأحب شعبه، بذل كل شيء إلى آخر قطرة من حياته، فأصبح رمز، وأصبح مبادئ، وأصبح طريق لكل الشعب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. الفاتحة. ترفع الجلسة. أيها الإخوة المواطنون، بآيات الله البينات
وبالكلمات المؤمنة المخلصة الوفية من القائد أنور السادات في الذكرى الأولى لسلفه ورفيق نضاله الراحل العظيم جمال عبد الناصر، نأتي أيها الإخوة إلى نهاية هذا الاجتماع الخاص للجنة المركزية. أيها الإخوة المواطنون، سيظل جمال عبد الناصر بيننا عملا وكفاحا وأملا كبيرا على طريق النصر والبناء. ستبقى المشاعل التي أوقدها عبد الناصر متوهجة، ستبقى مسيرته زاحفة منطلقة، ستبقى أمته أبية عزيزة كريمة صامدة، ولتكن ذكراه عهدا نقطعه على أنفسنا ونجدده دائما بأن نمضي إلى الغد وعلى طريق المستقبل أقوى وأصلب مما كنا. أيها الإخوة المواطنون، ننتقل بكم الآن إلى استديوهات التلفزيون بالقاهرة.